طيب معالي الوزير، انا شايف اليوم اكثر من 100 و150 تريله، هذه وين رايحه؟ هذه رايحه اليمن. هذه بس واحد من مئات البرامج اللي نقدمها اليمن. اليوم 154 تريله، وتراها المجموع 973 تريله، بس ما المكان شفته ما يشيل اكثر، فهي بتدور في خلال الايام الماضيه يروح 973 تريله. نتكلم فايز عن شيء ضخم جدا، نتكلم عن 192 الف سله تطلع من المستودع هذا، ونعيد نملأ المستودع بسلع الغذائيه مره ثانيه، وهذه تروح لليمن. تروح لليمن. كم بلغ حجم المساعدات من مركز الملك سلمان لليمن؟ المركز الوحده قدم اكثر من 4 مليار دولار، قدم 644 مشروع، 973 تريله ولا 900. انا اسميه جسر بري، الناس يتكلمون عن جسر عن تريلتين ثلاث، نتكلم عن 973 تريله تتحرك من هذا المستودع من الرياض الى اليمن، من الرياض الى اليمن. مع الوزير، أنا أشوف المساحة حقت المخازن لمركز الملك سلمان يمكن 50,000 متر أو أكثر بعد، ما كبيرة جدا طال عمرك، وترى هذه وقتية، إحنا الآن سوف نبني مخازن أكبر منها. مملكة ترى خيرها عم العالم. سلال غذائية متوافقة مع معايير برنامج الغذاء العالمي، تختلف باختلاف الدول المستهدفة. تحتوي كل سلة على العناصر الغذائية الأساسية، وتتكون من أكثر من 100 كيلوغرام من المواد الغذائية المتكاملة، توفر أمناً غذائياً طيلة شهر كامل لأسرة مكونة من 6 أفراد. شفت الآن المستودع حجم السلال؟ اليوم شايلين منه 192 ألف سلة غذائية لليمن اللي تحمل أمامكم، بكرة قد تكون لدولة أخرى وبعدها قد تكون، لكن كل ما شلنا مثلاً كذا ألف سلة نعوضها بسلال غذائية. جميل. ويكفينا الشعار اللي عليها المملكة العربية السعودية. والله إنه فخر، والله إنه فخر. دكتور، وش داخل هالسلال؟ السلال هذه وزنها 105 كيلو، تحوي على كل ما يحتاجه الناس، رز، بر، زيت، ملح، دقيق، فول، عدس، كل الغذاء، ومدروس طبيا مو بس اجتهاد، يكفي لأسرة من 6 أشخاص مدة شهر. ما شاء الله تبارك الله. اليوم انتم حملتوا 150 شاحنه، نعم. بكره في مثلها، نعم، بيوصل 973 شاحنه، يعني ها قدامك لا يصدمك، بس هذا وقاعد يحمل. ليش؟ لانه العمل مستمر ليل نهار، لان المملكه عملها الانساني فعلا يصل في وقت سريع جدا، لانها تهتم بكرامه الانسان وعيش الانسان. سلة المملكة العربية السعودية من أفضل السلال الغذائية على مستوى العالم، وهذا تشهد به المنظمات الأممية، واسأل الشعوب اللي تتلقى السلال يقول لك نبغى السلة السعودية. هكذا بدا المشهد داخل مستودعات ومخازن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، شبيها بخلية النحل التي لا تهدأ، مواد تنقل لإحدى الدول ومواد غذائية أخرى تحل مكانها، تنتظر بوصلتها لتنطلق نحو دولة أخرى.